يعني ايه؟ احنا هنقسم البرزنتيشن دي لثلاث اجزاء، جزء منهم كلام بسيط عن البرونكا الازمة من الجايد لاينز، والجزء الثاني دكتور فارماسيست وبيشنت لوك تو اسما وعامه، يعني ازاي البيشنت وازاي فارماسيست مثلا بيبصوا للاسما بانهي طريقه، والجزء الثالث هنتكلم حاله ازاي دكتور بيبص للبرونكال اسما مع العيان بتاعه. تمام، يعني عيان وعيانين بيلجأوا لصيدلي ونشوف هو وجهه نظره ايه وهما بيقولوا له ايه وهو بيقول لهم ايه، واحنا هنعلق على الكلام ده، وعيانة في الاخر لجأت للدكتور والمجموعة من الدكاترة، ونشوف ازاي الدنيا بتمشي مع العيانين، يعني بمعنى اصح كأننا نزلنا الشارع وشوفنا الدنيا ماشية ازاي في الشارع. اسما is heterogeneous disease usually characterized by chronic airway inflammation. It is defined by history of respiratory symptoms such as wheeze, shortness of breath, chest tightness and cough that vary over time and in intensity together with variable expiratory airflow limitation. معلش يا جماعة، القاعة صغيرة جدا فالصوت بيرن فيها، فاستأذن حضراتكم يعني ايه. تمام. البردن اوف ذا ديزيز، تخيلوا ان الازمة بتصيب 360 مليون بني ادم. على فكرة 26 مليون يو اس سيتيزن عندهم برونكال ازمة، منهم 7 مليون طفل، فهي حاجة زيادة قوي في المجتمعات. ورغم كل الجهود اللي حاصلة دي 54% من برونكال ازمة بيشنت ار انكنترولد. وبعد كده انا بكلمك عن دراسات في ايه، في المانيا وفنلندا وفي دول محترمة جدا جدا، ومع ذلك 54% نوت اتشيفين كنترول. ودايما والازمة يعني اتطورت في التفكير، كنا بنبص لها في الاول نظرة انا بسميها نظرة ميكانيكية، نظرة برونكوس بازم كمصل، لكن هي طبعا اتطور الكلام لاير واي انفلاميشن، وبعد كده للبرونكوس بازم والانفلاميشن والريموديلنج، وفي الاخر بقى لما بدات تظهر البيولوجكس وبدا يبقى في نيد لمور كاركترايزيشن، بدانا ندخل في السيلولاريتي والمدياتورز اللي هي ريسبونسبل فور اسما. بين جينا 18 وجينا 19 ل 21 حصل تشينج مهم جدا جدا، ميجور شيفت في الجينا. كان في 2019 الاستراتيجي ريبريزنتد ذا موست امبورتنت تشينج ان ازما مانجمنت من 30 سنه. السيفتي فور سيفتي جينا نو لونجر ريكومند تريتمنت والصابه الون شورت اكتنج بيتا اجونست. يعني فكره ان احنا كانت المايلد او المودست فورم اوف ازما نكتب له بخاخه فينتال عند اللزوم وبس، ونقول له انت كفايه كده كويس خالص، اصل انت حسيتك انترميتنت، دي فكره اتلغت من 2019. قال لك اوعى تعمل كده تاني. تمام. طيب لازم هتكون لو قررت ان العيان ده في يوم من الايام هتديله بخاخ شورت اكتنج، لازم تكون استابليشنج هيم على انهيلد ستيرويد. طالما قررت انه بيحتاج ساعات ريليفر بشورت اكتنج، لازم تديله انهيلد ستيرويد. لكن هم كمان قال لك لا، ده احنا ممكن هندي اي سي اس فورميترول، لان الفورميترول بالتخصيص هو لونج اكتنج بات رابيدلي اكتنج، ممكن تدي اي سي اس فورميترول اون از نيدد بيز وتخليه ريجولار تريتمنت وفي نفس الوقت مينترنس تريتمنت. لكن لو هتدي صابه شورت اكتنج بيتا اجونست زي الفينتال، لازم تقول يبقى انا حطيت العيان ده على ريجولار انهيلد ستيرويد. وده نتيجة ان هم لقوا وفيات كتيرة جدا جدا في ستاديز، ان الوفيات بتزيد كل ما العدد الكانسترز اوف شورت اكتنج بيتا اجونست اللي بيستخدمها العيان في السنة بتزيد، لقوا المورتاليتي بتزيد ان لينير مانر. والعكس بالعكس، لقوا ان كل ما عدد الكانستر من هيلد ستيرويد اللي العيان بيستهلكها في السنة بتزيد، المورتاليتي بتاعت العيانين بتقل. طيب عشان كده بقى ايه، قال لك لا يبقى احنا مش هنسمح بالكلام ده يستمر. اما الان فدعونا ننتقل الى اذاعه خارجيه لنتابع الممارسات الحقيقيه للمجتمع فيما يخص الدعوة المدعوة حساسية الصدر. يعني ايه؟ احنا قاعدين انهيل ديستيرويد وصابة وكانستر ونمبر اوف كانسترز ومش عارف ايه، ولكن يا ترى ايه اللي حاصل؟ تعال نشوف الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه، نظرة البيشنت والفارماسيست، لان في تو كوينز في الموضوع. هناخدها من خلال حالات مستر هاني ده عنده 40 سنة وعنده حساسية صدر. يا دكتور حضرتك متاكد من روشيتا؟ راح للصيدلي، الصيدلي صرف روشيتا، مستر هاني قعد شويه كده في البيت وبتاع، وبعد كده رجع له تاني بيقول له يا دكتور حضرتك متاكد من روشيتا والدواء اللي صرفته لي امبارح؟ اكيد. قال له اكيد طبعا. تمام. ازاي وحضرتك والعلاج اللي عطيته لي كله مكتوب عليه علاج للربو، بينما الدكاتره اكدوا لي ان ما عنديش ربو، انا كل اللي عندي شويه حساسيه.
تمام الامبور يعني. فايه رايك انا هبدا من استاذن حضراتكم من اليمين للشمال يا دكتوره رشا، ايه رايك؟ واحنا طبعا الاجابات هتكون فيري بريف تو ذا بوينت امبورتنس اوف. اتفضلي. هو اكيد ان هو الدكتور ما كان المفروض ياكد على العيان ان يفهمه طبيعه او طبيعه المرض بتاعه، المفروض يفهمه ان الرب هو الحساسيه بتاعه. اه بالظبط كده، يعني هو حتى الدكتور كسل ويقول لك انا ما بحبش اخض العيانين، طب ما تخضوش، اه يسيب العلاج اساسا. تمام. طيب على العموم عايزه لان الاسئله كتيره جدا فاحنا نلف عليها بشكل معين وان بريف، عايز راح رجع بقى ايه للدكتور للصيدلي قال له عايز حقنه الحساسيه اللي باخدها كل شهر. قال له يا بيه انا قلت لحضرتك كتير ان الحقنه دي تكرارها وحش وانها كورتيزون. قال له ما انا جربت ابطلها ما كنتش بنام الليل، اعمل ايه؟ خلاص جرب دكتور تاني ولا حتى روح يكشف في مصر. ايه رايك يا دكتور علاء؟ لا حكايه تكشف في مصر دي انا محضر اسامي اخواتنا وزمايلنا بتوع القاهره جنبي على الديسك، اول ما العين الاقي بور كومبلاينس او ان هو مش محترم جايد لاينز او مش محترم ان هو ياخد الانهيرز كويس، I reject this patient from my clinic. اوكي وان هو لو هيمشي بالامور بالبروتوكول صح، ساينتفك صح، الامور صح، اوكي هي از ويلكم. لو مش هيعمل كده بياخد الورقه ويروح بيها القاهره. فخلاص بقى يروح بيها مصر، يروح عند دكتور نزار في المنيا وهو معدي كده. انا كنت لسه اقول لك يعني ممكن تحط اسمي فهو لا ده هو بارت من الكوميونيتي شير بتاعنا. الكوميونيتي شير بتاعنا مهم جدا ان احنا نعلم العيانين بخاخات. تمام يعني انا معظم اخصائيين صدر اللي عندي في الاريا بتاعتي بيقولوا شكرا دكتور علاء انك علمت العيانين ازاي ياخد انهيلر، ازاي نبقى كومبلاينت عن انهيلر. لازم احنا نغير الثقافه بتاعت العيانين ولسه جايين ان هو ياخد الكورتيزون يخف، ان هو ياخد البخاخه يخف. دي الجوب بتاعتنا ان احنا لازم نعملها بامانه وبصدق وندي العيان التايم بتاعه في الاديوكيشن بتاع الانهيلر عشان ياخد الفتره بتاعته. شكرا. تمام بشكل خاص علي. على العموم ومرت الايام ودارت الايام، اديني يا دكتور الحقنه اياها، جربت ويا ريتني ما جربت، واديني واديني رجعت لك. راح مصر وراح هنا وراح هنا، ايه اللي حصل خير؟ الصيدلي بيقول له، قال له البي كتب لي بخاخات وشفطات والواد ابن اختي في طب مع الدكتوره سهيله. تمام ربنا يحميه، اول ما شافني مره باخدها قال لي اوعى يا خاله دي صح فيها موسع شعب لكن مليانه كورتيزون. قلت ربنا يسامحه ربنا يسامحه في الكشف، هعمل ايه؟ طيب لما كنت بتاخدها كنت بترتاح؟ قال له بصراحه كنت برتاح لكن بقول لك مليانه كورتيزون وكمان خفت اتعود عليها. تمام خلاص خدها عند اللزوم وحاول ما تتعودش عليها، احسن ما تاخد الحقنه دي. ف يعني ايه راي حضرتك يا دكتور محمد مصطفى في شويه الديالوج دول؟ الحقيقه بنرجع تاني مرجوعنا للبيشنت اديوكيشن. الحقيقه برضو دي مشكله الدكتور ان هو مش بيدي وقت للعيان وان هو يفهمه يعني ان الهيلد كورتيكوستيرويد دي ما هوش كورتيزون زي الحقن والشراب، وانما دي هي عباره عن كورتيكوستيرويد ديريفاتيفز. دي بيتغير الطبيعه بتاعه الماده بتاعه الكورتيزون لماده تانية مش هارمفول، بتتاخد لوكال ما يبقاش ليها سايد افكتس، وفي اغلب الاوقات او كل المولكيولز الموجوده في مصر كمان سيف في البريجننسي وغيره. فده يعني وان دي ما تتاخدش عند اللزوم، في حاجه عند اللزوم وفي حاجه تتاخد ريجولر. لازم الكلام ده على البيشنت اديوكيشن يا جماعه، مش بس التدريب على استعمال البخاخه، دي نمره واحد في الاديوكيشن. في بعد كده يعني ايه ان الكنترولر ده ريجولر تريتمنت وان الاونيد ده اونيد تريتمنت، الحاجات كتيره قوي وطبيعه الكورتيزون. وهتسمع من الصيدلي او غيره او حد من الاهل ان الكورتيزون ده ليه مشاكل وبتاع، ده لان الكورتيكوستيرويد زي المرهم مش بيعمل سايد افكتس وده لازم تاخده وقلته بتبقى فيها مشاكل. يعني بمعنى اصح كمان الدكتور محمد يعني اشار لحاجه، هو الدكتور كتب له علاج صح جايد لاين بيزد، كتب له اي سي اس لابا هيعمل ايه يعني؟ تمام ومع ذلك ما انجزش معاه وراجع برضه ياخده الحقنه. كل القصه انه استخسر فيه الثلاث دقائق. هو رايه لا ان هو اكبر من انه يقعد ثلاث دقائق مع العيان يقول له دي كذا ودي كذا، لسه يقعد مع العيان. تمام فبالتالي رجع تاني يدمر نفسه تمام ويدمر سمعه الدكتور في نفس الوقت برضه، مفيش حاجه من غير حساب كله بحسابه.
الخساره الدكتور احمد حسين مش معانا، كنت اقول له رد انت يا حسين، فهو مش معانا في البانل. تمام. فالتريتمنت برونكال ازمه، الدكتور محمد طه هيقول لنا ان بريف ايه التغيرات اللي حصلت في البرونكال ازمه في 21 الجايد لاينز يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو زي ما حضراتكم شايفين هو التريتمنت او الجدول ده بالذات كل سنه بيحصل فيه بعض التغيرات، بس غالبا هي تغيرات طفيفه جدا يعني، في تغيرات في الغالب في الدوز في حاجات زي كده. طبعا اول خطوه من الخطوات بتاعتنا ان احنا نعمل الاسسمنت، لازم اعمل اسسمنت كويس، اسس البيشنت هو فعلا ازماتك ولا لا، البيشنت عنده كوموربيديتي موجوده معاه ولا عنده موديفايبل ريسك فاكتور ولا مش موجوده، كمان الهيلر تكنيك. وبعدين عندي تو تراك بعد كده وانا شغال على البيشنت. التراك الاولانيه للبيشنت اللي بياخد الكنترولر هو الريليفر اللي هو الرابيد اكتنج برونكو دايليتور اللي هو الفوربترول مع الاي سي اس، والتراك الثاني اللي هو الكنترولر معاه الريليفر بتاعه هو بس الاز نيدد بيتا 2 اجونست. والستيب 1 و2 في التراك الاول اللي هو الريليفر هو الكنترولر هو الفوربترول اي سي اس، ستيب 1 زي ستيب 2 بنستخدم فيهم الاز نيدد اي سي اس فورميترول. الستيب الثاني هزود بخليها بدل ما هيخليها از نيدد هتبقى لو دوز اي سي اس فورميترول. الستيب اللي بعدها هنخليها ميديوم دوز. الستيب الاخيره يا اما هخليها هاير دوز من الاي سي اس لابا او احط الاد اون مانجمنت زي اللاما، وهستريس بعد كده على الحاجة الجديدة اللي مهمة جدا بالنسبة لي في الأزمة اللي هي البيولوجيكال تريتمنت زي الانتي انترلوكين 5 او انترلوكين 5 ريسبتور او انترلوكين 4 ريسبتورز او الانتي اي جي اي. التراك الثاني يعني هو التراك الغير مستحب، يعني هو ده البريفيرابل بالنسبة لي ان هو ريسكيو ميديكيشن تكون اي سي اس فور مترول، لكن الريسك ميديكيشن بالنسبه لي هنا هتبقى الاصابه. لكن حتى في الكنترول بتاعي برضو انا مش هدي الاصابه، مش هدي الاي سي الاصابه الا لما احط معاه الاي سي اس. فالستيب واحد بالنسبه لي هنا احط الاي سي اس لما الاصابه يكون العيان محتاجها، ده معناه ان غالبا مش هدي اصابه ويزاوت اي سي اس. وبعدين بعد كده باقي الستيب من اول ستيب 2 لغايه ستيب 5 تقريبا نفس الكلام الموجود في التراك الاول. زي ما اشار الدكتور محمد طه ده عندنا تو تراك، التراك الاولاني اللي هو البريفيرد والتراك الثاني اللي هو الالترناتيف. التراك الاولاني بكتب اي سي اس فور مترول ريجولار اند اون از نيدد بيز، ده في ستيب 1 و2. نمره الستيب من ستيب 3 ببدا اضيف بقى ايه، اخليهم ريجولار لو دوز اي سي اس فور مترول ريجولار. لو سمحتوا الصوت يا جماعه، لو سمحتوا الصوت. تمام. لو دوز اي سي اس فور مترول وده في ستيب 3. ستيب 4 مودريت دوز، وستيب 5 هاي دوز اي سي اس لابا، ولكن في نفس الوقت ببدا اضيف زي ما قال الدكتور محمد اللاما واللترا والبيولوجيكس، وده هيجي دورها بعد كده في اخر المحاضره. الكيس الثانيه بقى دي ما دام هناء برضو احنا ما زلنا بين الفارماسيست وما بين البيشنت، ما دام هناء عندها 30 سنه وعندها حساسيه صدر واكتشفت انها حامل، عايز اخد جلسه بخار يا دكتور، راحت للصيدله عشان الحساسيه خانقانه اليومين دول. الصيدله قال لها ليه ما حضرتك كنت ماشيه على علاجك وكنت مرتاحه ومبسوطه من الدكتور بتاعك، ايه اللي حصل؟ دي ثالث مره في نفس اليوم تيجي تاخدي جلسه بخار. اتضح ان في حمل، ودكتور النساء سالني لو انا باخد اي علاج، ولما عرف اني ماشي على بخاخات وكمان فيها كورتيزون قال لي لو هتمشي عليها انا مش مسؤول عن الجنين. طبعا انا اهم حاجه عند الجنين. ايه تعليقك يا دكتوره رشا؟ لا هو بكل تاكيد دكتور النساء غلطان، لان انا اهم حاجه عندي كنترول الازمه، عشان كنترول الازمه هي افكت الفيتال والبيد يعني، فبالتالي الكنترول بتاعه هيكون بالمين ستريت تريتمنت بتاعه هو الهيلد ستيرويد. تمام، كلام جميل جدا، متشكر خالص يا رشا. احنا تريتمنت اوف اسما ديورنج بريجننسي زي اللي مش بريجننت بالظبط، حتى كنا زمان بنقول اللي واخد سالمترول فلوتيكازون يغيره، جت الجايد لاين من فتره قالت لك لا، لو هي كنترول ده عليه برضه يمشي عليه، مفيش مشاكل خالص، ما تقعدش اثناء. وبعد كده اللي اخطر على العيانه الهايبوكسيا، مش اخطر عليها الانهيلرز، فده عامل زي ايه، زي اللي قتلت صاحبها. تمام. طبعا ايه الست طبعا جاي ايه الحكايه يعني، جايه تاني التعب زاد جامد، ورحت الاستقبال لقيت الدكتور غالبا بيتعلم، ولقيته جاي بيديني حقنه. قلت له ايه ده يا دكتور؟ قال لي كورتيزون. عرفت انه حامل وصمم انه لازم يديها لي. قلت له ده دكتور النساء منبه عليا ما اخدش حاجه فيها كورتيزون، ولما لقيته مصمم ومش فاهم حاجه قلت ده امتياز وسبته وجيت اخد الجلسه.
ايه راي حضرتك يا دكتور علاء؟ هي دخلت في اكوت اكسربيشن جامده، والدكتور حب يديها سيستميك ستيرويد انجكشن في الاستقبال، وهي قالت له الا كده بقى، ده كده خلاص عديت. يمكن انا بستعمل طول صغيره كده مع الفيميلز البريجننت، بقول لهم ان البيبي مخنوق قد الخنقه اللي انت مخنوقاها مرتين، هو انت ممكن تعيش باكسجين 90، هو عايز اكسجين 99، فانت كده بتعملي هارم اند انجري تو يور بيبي. جميل جدا. تمام. فهي دي التول انا بستعملها دايما، اقولها كل ما تكح مره هو بيكح اتنين، كل ما نفسك ينهج مره هو بينهج مرتين، انت تقدر تعيش ال 90 هو عايز 99، فلازم تاخد الميديكيشن از جايد لاينز. تمام. ولازم تاخد في الامرجنسي تاخد السيستميك كورتيكوسترويد وتستمر على الانهيرز بتاعتها، والانهيرز مفيده للبيبي زي ما هي مفيده بالنسبه لها. شكرا دكتور علاء. هو الجنين من هو من جوه هو بيقول خنقتوني خنقتوني خنقتوني. تمام. الكونكلودنج بوينت ان التريتمنت في الازمه ذا سيم، سواء التريتمنت في ستيبل ازمه او تريتمنت في اكوت اكسربيشن ذا سيم، بريجننت از نون بريجننت مفيش اي فرق. كيس 3 ده طفل برضو بنفس السيتويشن، الصيدلي والدكتور والصيدلي وام الولد. فادي ده طفل عنده عنده سنتين وعنده ادوار كحه متكرره ودايما عنده رشح. يا دكتور الواد ده مناعته ضعيفه وكل شويه بيجي له انفلونزا وكحه والدكاتره دوخوني، واحد يقول لي التهاب شعبي وواحد يقول لي حساسيه، وكل ما اعمل له اشعه بتطلع سليمه ويقول لي ده الواد ما عندوش حاجه، مش عارف اصدق مين. المهم حد من الدكاتره كل ما اروح له بيكتب له حقن وكورتيزون شراب ويطمني ويقول لي ما تخافيش ده التهاب شعبي، بصراحه بتبسط ونفسيتي بترتاح. بس المشكله ان الاسبوع اللي بعده بكون عنده تاني بدور كحه جديد وانفلونزا، ولما قلت له شوف لي حل كتب لي حاجات بتزود المناعه اميولون، لكن للاسف نفس الوضع زي ما هو. ما عندكش حل يا دكتور؟ ايه بتقول للصيدلي؟ فالنجم بتاعنا دكتور محمد مصطفى خليك تسلم. يعني هو الاول، طب نبتدي الاجابه على السؤال ده بسؤال تاني. هو اللي عنده حساسيه دوت عنده ضعف مناعه ولا عنده زياده مناعه؟ زياده مناعه. بدينا ان احنا بندي له كورتيزون عشان نقلل المناعه دي، فده مبدئيا كونسبت غلط. يعني هو الفكره كلها ان نزلات الرشح البرد المتكرره ما هي الا نزل الرجي، محتاجه تبقى كنترولد. البرونكيال ازمه بتيجي ريكرنت اكسسربيشنز، بتبقى ما بين بتوين الاتاكس تبقى اقل شويه، الواد بيكح بقى بالليل بتقول ده بيكح الكحه العاديه. ف انما طبعا ده اتس يعني برونكيال ازمه فروم ذا ستارت. الاشعاعات ما بتشخصش البرونكيال ازمه. مشكلة تانية برضو يعني بنواجهها مع الأطفال، إن تيجي الأم زي ما قلت نزار كده كل شوية تقول بيجي له كل شوية التهاب رئوي. هو مبدئيا ما فيش التهاب رئوي من غير راديولوجيكال شادو. فحكاية التهاب رئوي لا، ده هي اكسسربيشن اوف أزمة وريبيتد اتاكس، ومحتاج ان هو ياخد الانهيلرز بتاعته البخاخات، والنزل الالرجي بقى تتعالج على حسب ان كان يحتاج انتي هيستامين او انترنيزل ستيرويد، وبتلقى الدنيا تبقى كنترول ونبطل اميلون. ونبطل اميلون طبعا. احنا عايزين ندي حاجه تنزل منها. طيب الكونكلودنج بوينت، البرزنتيشن برونكال ازمه ان تشيلدرن بتبقى بريكرنت ريسبيراتوري سيمتوم، ساعات يبقى كاف بس حتى من غير ويز، بيسموها كاف فاريانت ازمة. وين ريكرنت وين زير ار فري انترفلز بين الـ بين الـ بين الاتاكس ديت. اكيد ان احنا كده بنبتدي نفكر في حساسيه الصدر، ولما نعمل اشعه وتطلع سليمه في وجود الاعراض دي، بالعكس انا كده باكد تشخيص الحساسيه مش ببعد عنه. وان تريتمنت اوف ستيبل ازمة في التشيلدرن برضو ممكن تستخدم انهيلد ستيرويد، ما فيش مشكله خالص، خصوصا ان النيبولايزد ستيرويد اللي هو بيبقى موجود حاليا، واليوكوتراين ريسبتور انتاجونست من الحاجات الكويسه برضو اللي احنا ممكن نستخدمها كمينتنس. والتريتمنت في اكوت اكسربيشن في التشيلدرن عادي برضو، انت ممكن تدي لو دوز سيستميك ستيرويد فور ا وايل، وممكن تدي انهيلد ستيرويد وبرونكو دايليترز، وبعد كده ممكن تمشيه على ستيبل تريتمنت، او على الاقل نرجع للجايد لاين بتاع تريتمنت في برونكال ازما ان بيدياتريك بيشنتس. هنقلب الوش الثاني للعمله، الدكتور بقى والبيشنت والحاجه جليله دي اخر حاله، بس حاله يعني طويله شويه، وجاي للدكتور بقى الدكاتره، هي كده مع دكاتره الصدر بقى مش مع الصيدلي ومع الايه، مش بين الصيدلي والبيشنت. دي فيميل فارمر عندها 53 سنه، بتشتكي من ايه يا حاجه؟ بصراحه انا عندي حساسيه من ساعه ما وعيت على الدنيا، خدت بالكم من ساعه ديت على الدنيا، وحاسه ان كل العلاج اللي باخده مسكنات. هو حضرتك ايه اللي بيحصل معاكي؟ من وانا صغيره كل شويه نفسي بيضايقني وصدري بيزيق. طب الاحساس ده مستمر يعني ولا بيروح ويجي؟
لا الحمد لله يا دكتور، ده انا ساعات بحس ان ما عنديش حاجه اساسا، واقول ده انا صحيت بلا دكاتره بلا هم، وساعات ببقى تعبانه جدا ولا كاني خدت علاج، لكن دايما مشكلتي في الليل. طب وحاليا ايه مشكلتك؟ تعبانه على طول، مش قادره اخدم ولادي وباخد جلسات كل شويه. طيب في حاجه غير صدرك تعباكي؟ مناعتي ضعيفه وانفلونزا على طول مش بتسيبني. قصدي يا حاجه حاجه بتاني بتتعالج منها، امراض تاني. عندي ضغط بس يا دكتور مالكش دعوه بيه والله، انا اظبط حاجه عندي الضغط ده انا زي الفل. طب بتاخدي ايه للضغط؟ علاج كده 30 جنيه. جربت علاج تاني للحساسيه؟ جربت كل حاجه، حتى بعد عنك البخاخه، وكله طلع مسكنات. وانا اختي وبنتها بيتعالجوا عند حضرتك وبيقولوا فيك شعر، احنا قلنا نجيلك نشوف. افتر ذا اباف سيناريو، ار يو كونفينسد ويز هير دياجنوز اوف ازمة؟ يا ترى العيانه دي عندها برونكال ازمة بجد؟ ده اعتقد كده وصلنا للدكتور محمد طه، هيقول لنا ايه رايه في ال... انا هرجع لك يا دكتور محمد. مبدئيا الكلام بتاع العيانه ماشي مع الديفينيشن اللي احنا قلناه في اول السيشن، ان اولا هي من ساعه ما وقعت عندنا يعني كرونيك انفلاماتوري ديزيز، يعني فعلا حاجه يعني مش من اول اتاك اشخص الازمه، لا لازم اسال عن الكرونيك. وبدا يعني معاها من يونج ايج كمان. من يونج ايج. حاسه ان كل علاج باخده مسكنات، وكلمه مسكنات معناها فعلا بتستجيب على الانهيلر ميديكيشن، وده واحده من ضمن الدياجنوزنج سيمتوم بتاعي. كلمه ان هي نفسي بيضايقني وصدري بيزيق، يعني كرونيك اير واي ديزيز، والكرونيك اير واي ديزيز اللي بتبتدي في سن صغير زي كده غالبا دي برونكيال ازمة مش سي او بي دي. السلايد اللي بعد كده، ساعات بحس الانفلونزا ساعات بحس ان ما عنديش حاجه، ده معناها ان عندي فري انترفال، يعني الازمه دي ايبيزوتيك ديزيز، يعني تروح وتيجي، ده من ضمن بارد ديفايننج سيمتوم اوف برونكيال ازمه. مشكلتي بالليل النايت اويكنينج واحده من ضمن الحاجات المهمه في الدياجنوس برونكيال ازمه. مش عارف اخدم ولادي برضو واحده من ضمن الحاجات المهمه اللي هي الايفكت اوف على الاكسرسايز، مش بس من الحاجات المهمه في الدياجنوسس، لا ده كمان في الستيجنج اوف برونكيال ازمه. انا هبتدي من اول ستيج 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. وجود الانفلونزا والكلام ده واحده من ضمن الموديفاير ريسك فاكتور او الكوموربيديتي اللي موجوده معايا، اللي هي الكرونيك راينايتس او الراينوساينوسايتس اللي لازم اعالجها عشان اعمل جود كنترول برونكيال ازمه. كلمه عندي ضغط، ده معناها ان البيشنت عندها هايبر تنشن، فهي في من ضمن الحاجات اللي بتزود الازمه او ايفن بتعمل الاتاك الانتي هايبرتنسيف ميديكيشن، فانا لازم اسال كويس عن نوع الانتي هايبرتنسيف اللي بتاخده، وخاصه اذا كان بيتا بلوكر انا ممكن اغير الكلام ده. طبعا اللي هي بتقول لازم اخد علاج بعيد عن بخاخات، وده مش ماشي مع الجايد لاين، لازم الانهيرو ميديكيشن بالنسبه لي هو اهم حاجه. اختي وبنتها ده معناها ان في فاميلي هيستوري، وده برضه يزود لي البوسيبيليتي برونكيال ازمه. يعني انا حبيت من خلال السيناريو البسيط ده اقول ان العيان وهو بيحكي معانا حكت بلغه مش مختلفه خالص، اعتقد ان يعني انا بفكر يعني ايه ادرس السيناريو يعني تمام، حكت بلغه زي اللي احنا بنسمعها من العيانين، لكن هي كل القصه ان نعير هؤلاء المرضى اذان صاغيه تمام وقلوب واعيه، ان احنا ناخد الكلام اللي هم بيقولوه. هي تقول لي انفلونزا، انا اقول حساسيه انف. هي تقول لي ما بنامش الليل، اقول نايت ويكنينج او ديستربنج سليب. هي تقول دواء الضغط ب 30 جنيه وانا كويسه عليه، انا اقول لا ده فيه الاس بيزود الكف، والبيتا بلوكر بيعمل برونكوس بازم. هي تقول بلغتها زي ما هي عايزه، لكن انا في الاخر ليا جوب عايز اعملها تمام، فلازم اعمل انتربريتيشن كويس كل كلمة. ومش عارف، وده انت احسن واحد في الدنيا، خدنا منها فاميلي هيستوري، ما خدناش منها ان الواحد يجي عامل كده بقى وبتاع، لا خدنا منها فاميلي هيستوري وهكذا. طيب على العموم، what could be the cause of uncontrolled asthma in this patient and how to describe her asthma for now, is it refractory asthma ولا severe asthma؟ يعني هي دلوقتي يعني هنصفها بايه يا دكتوره رشا؟ ممكن
ممكن نوصفها ريفراكتوري ازمه. تمشي اكتر مع ريفراكتوري، مع ريفراكتوري ازمه، على اساس ان هي احنا لسه ما شفناش لو كان الكوموربيديتي اتعالجت ولا لا، ما عرفناش بتاخد دواء ضغط اسمه ايه، ما عرفناش هي استاك للتريتمنت ولا لا، ما شفناش التكنيك والاوف انهيلرز اللي بتاخده صح ولا غلط. فاحنا كده ريفراكتوري. ريفراكتوري يعني بتقول ان الحساسيه دي شديده ولكن ربما يكون ليها حاجه في ايدينا، هي دي ريفراكتوري. تمام. طيب يعني ايه؟ هنشيك التكنيك والتايب والتايب اوف انهيلر والتكنيك، واخده انهيلد ستيرويد ولا لا، او لو والاكسبوجر والكوموربيديتي. وفي نمره سي انا حاططها وحاطط عليها علامات حمراء كده، being a farmer and maybe of low cultural level. يعني ايه يعني؟ انا بعترض على هذه السي. تمام. لان مش معنى ان انا فلاح، على فكره انا فلاح، انا افهم في الزراعه اكتر منك الف مره. تمام. يعني لو كلمتك في الزراعه وانا فلاح مش هتفهم انا بقول ايه اساسا. فانك تعتبرني جاهل وما استحقش انك تكلمني عشان حضرتك دكتور، ده حاجه تخصك. تمام. ف يعني تمام. She really have a recent chest x-ray. والشيست اكس ري بتاعتها طالعه نورمال اهيت. يا دكتور علاء باشا، having a normal chest x-ray ده هي تشينج اور مايند اوف دايجنوزس ولا حاجه في الفيرزر مانجمنت؟ هي نورمال chest x-ray، هي مع تيبيكال هيستوري طبعا، ونورمال chest x-ray. واحنا بنعمل chest x-ray في الازمه فور اكسكلوجن اوف اذر ايتيولوجيز، خصوصا ان دي يعني 53 سنه وفارمر، فان يعني استبعد موضوع الاكسلنسك الليرجنج، استبعد موضوع ان هي يكون في انكنترولد هايبرتنشن وعامل لي كونجيشن او هارت فيلير، فبنعمل اكسكلوجد اذر دايجنوزس. لكن كل الاكس ري نورمال ده طبعا ماشي مع السيناريو بتاعنا للحاله دي. ده جميل جدا جدا. خلي بالكم الكلمه اللي قالها الدكتور علاء اللي هي هايبر ستيفيتي مونايس، انها منتشره عندنا جدا جدا. بس ايه اللي خلاها عداها على طول؟ العيان ده هيجي باكزيرشنال ديسنيا مش عارف ايه، ليه صوره مختلفه، لكن هو كده برضو العيان في الاخر هيقول، وانت واحنا هنركز معاه، لكن ربما يكون حاجه مش واخد باله منها، او ربما يكون عندها الحاجتين مع بعض، عندها برونكال ازمه وعندها هايبرستيفيتي المنايس. تمام. طيب as part of work up this patient was ordered a pulmonary function test. ايه رايكم؟ would you like to see it for now؟ يعني هي uncontrolled، هي مش fixed patient بس هي uncontrolled، اعمل لها pulmonary function الوقت حالا يا دكتور محمد مصطفى، ولا اقول لما اديها علاج واسيبها بعد كده بعملها بالمونري فانكشن؟ لا، تعمل بالمونري فانكشن. هي بالمناسبه الاكس راي اللي هي داز نوت اكسكلود يعني البرونكيال ازمه، وممكن تبقى نورمال برضه. البالمونري فانكشن ممكن تبقى نورمال في عيان البرونكيال ازمه ان بتوين اتاكس، مش في دي طبعا. يعني دي نعمل لها والجايد لاينز تقول ان احنا نعمل سبايرومتري، انما ممكن ان بتوين اتاكس يطلع نورمال. علشان نلقط اللقطه، القطه هي اما بقولش عيان في اتاكه في ازمه وانا اقول له تعالى انفخ هنا، لكن عيان ان كنترول اعمل له علشان تظهر الريفرسابيلتي، وعشان ده هيساعدك انك تكونفيرم الدياجنوزس. تمام. طيب على العموم احنا عملنا بالمونري فانكشن اهيت، الريشيو 65 اف اي في 1 61%، الاف في سي 80%، الاف اي اف 25 75% 57%. دكتور محمد طه، ايه رايك في البالمونري فانكشن ديت؟ دي اوستراكتيف ولا ريستريكتيف ولا كومبايند؟ والله نرجع لها تاني، واضح ان الريشيو بالنسبه لي 65% يعني less than 70% يعني obstructive. هل هي معاها restrictive ولا الاف بي سي نورمال؟ فهي just obstruction. Just obstruction. طيب يعني طب دي يا دكتور محمد يعني تبقى سي او بي دي ولا ازمه ولا كانت جادج؟ والله اوبستراكشن يعني سي او بي دي اور ازمه، لازم اعمل ريفرسابيلتي تيست. مش هقدر احكم عليها من فانكشن معموله بري ومش معموله بوست برونكو دايليتور تيست. على العموم يا دكتور محمد احنا عملنا البوست برونكو دايليتور عشان والله البوست برونكو دايليتور تيست جاست ان انا اشوف ان الريشيو اف اي في 1 على اف اي في سي مور ذان 70% خلاص دي نوت سي او بي دي، يعني جاست برونكيال ازمه بغض النظر عن الفيزابيلتي اوف اف اي في 1. يعني هي كده بقت حاله برونكيال ازمه. شكرا دكتور محمد. موست امبورتنت ستيب تو ستارت ويز ان مانجمنت اوف ذيس بيشنت، احنا هنعمل ايه مع العيانه دي بقى في اول خطوه كده في العلاج؟ دكتوره رشا يعني تحب ان احنا نقولها؟ هو طبعا هعمل بيشنت اديوكيشن، المفروض افهمها النيتشر، وان المفروض ان الانهيلر بتاعتها تاخدها بطريقه ريجولر وتبقى كومبلاينت عليها. المفروض ان انا هدي الكنترولر بتاعي اللي هو الانهيلد ستيرويد وهديها معاها برونكو دايليتور. جميل.
جميل تمام. يبقى احنا هنركز على الفانكشن وهنركز قصدي على الـ على البيشنت اديوكيشن، وكمان احنا سالناها في الاخر عشان نبقى عارفين قصه الانتي هايبرتنسيف بتاعها ايه، قلنا لا اتصلوا بالتليفون واعرفوا لنا هي بتاخد انتي هايبرتنسيف ايه، فاتضح انه امليدوبين 5. على العموم هي راحت للدكتور كويس وجيف هير هاي دوز اي سي اس ولابا، ولكن بعد 3 شهور برضو شي ريبورت ذات شي از سم بيتر بات ستيل هاز سم سيجنيفيكانت اند ترابل سم شورتنس اوف بريث اند ذا كاف سبيشالي ويز اكزرشن، يعني هي برضو لسه ما ارتاحتش بالدرجه اللي هي يعني تبسطها دكتور علاء، فعايز اشوف راي حضرتك ايه. هي واخده هاي دوز اي سي اس لابا تمام، هي يعني على واخده جود تريتمنت ومع ذلك هي لسه ان كنترولد ونوت ساتسفايد ويز هير كونديشن. فانا عندي احنا دايما بنفكر بكل الكوزز بتاعه البورلي كنترولز ازمه او الان كنترولد ازمه، انه البيشنت كومبلاينس انه العيان بيستعمل التكنيك صح وبيستعمل الانهيلر صح، والحاجه الثانيه ان يكون معاكم موربيديتي زي ان تريتد الرجيك راينايتس زي ان تريتد جاستروسفير ريفلكس، او يكون معاكم كومبليكيشن زي الالرجيك برونكوبلمونري اسبرجلوزس او تشيرج ستراوس سندروم. كل الحاجات دي تخلي العيان انكنترولد او يحس ان هو انساتسفايد. لكن احنا كلنا دايما بنتكلم في الحته دي كويس جدا، الحته اللي بننساها الاكسبوجر. الاكسبوجر ده احنا دايما بننساه، وانا يعني حكايه الاكسبوجر دي ريبيتد اكسبوجر للالرجين، انت كده معناك انك هتعمل يعني ستورم في الاميون سيستم، الستورم دي عشان تلمها بعد كده على فتره تعينت فيها الالرجين دي بتاخد شهور عشان ترجع العيان يبقى كنترولد تاني عشان اكسبوجر مره واحده للالرجين. فانك تعلمه البيشنت اديوكيشنز ايه التريجرز وايه الحاجات اللي هو يعمل لها افويدنس، وتبص على الحاجات التانية كلها بتاعه الان كنترول ازم. جميل جدا، هو طبعا الكلام اللي قاله الدكتور علاء في غايه الاهميه، وكمان والدكتور يعني كان كويس عمل لها كده وشكل انهيلر والتكنيك والاديرنس وعمل وتاكد ان هي بتستخدمهم صح، فعلا بتستخدمهم صح تمام. طب ايه تاني اللي لسه ما يعني ما اتعملش يا دكتور محمد مصطفى؟ زي ما قلنا دلوقتي احنا بنطر على قال حن هي كحه وضيقه نفس كمان الاذى كوربيدي، هنحتاج دلوقتي النزل الالرجي اللي هي نزلات البرد اللي بتقول عليها متكرره ديت، ان احنا ندي انترنيزل استرويدز وانتي هيستامينيك، دي لازم تبقى كنترولد عشان الازمه تو بي كنترولد. كونسبت من زمان دلوقتي موجود ان هو اليونايتد اير ويز، ان انا وانس ان النزل الالرجيز ان كنترولد وفي بوست نيزل دريبنج والميديتورز اللي دي كلها بتكسربيت البرونك الازمه، فهاف تو كنترول النيزل الرجي. الجاسترو سيفير ريفلكس بالمايكرو اسبيريشن اوف اسيد جاستريك اسيد اللي بيحصل بالليل والبرونكوسبازم اللي بيحصل، عمري ما هعمل كنترول الازمه من غير ما كنترول جيرد. لازم ابص على الانتي هايبرتنسيف بتاعها، ممكن تكون واخده كده حاجه نون سيلكتيف بالذات البيتا بلوكرز، دي حاجات طبعا على طول بتخلي العلاج يحصل فيه مشاكل. الحاجات دي كلها لازم اعمل لها كنترول قبل ما ابتدي اقول ان انا اي نيد to step up my treatment. في طيب. بعد كده other options بقى لسه هتيجي زياده. طيب. على العموم هي يعني خدت كل حاجه وخدت فعلا ان هي انترنيزال استيرويد وكده، يا ترى في اديشنال كنترولرز دكتور محمد نقدر نضيفها للعينين؟ يعني هو في الجايد لاين اللي احنا برضو عرضناها في السلايد بتاعتنا لسه في حاجات يعني ممكن ما تكونش خدت لسه ليكوترايم موديفايرز، ما خدتش لسه لاما اللونج اكتنج انتي ماسكارينيك زي التايوتروبين بروميد، فممكن تجربهم برضو. يعني الكلام جميل، على العموم يعني هي دي ريزونبل اديشنز. يعني فيو مانس ليتر شي ريتيرنت تو ذا دكتور كومبليننج ذات شي ستيل هاز انوينج دراي كاف و سيفرال تايمز اوف نايت ويكنينج فور شورتنس اوف بريث اند ذات شي يوزز هير بي ار ان تريتمنت ميني تايمز بير داي. دكتور تولد هير ذات، دكتور قال لها بص بقى ايه، بص يا حاجه انت حسيتك وحشه تمام، and she has to accept this level of control. يعني ده نصيب وكده، انت ست مؤمنه بالله وكده تمام. do agree دكتور رشا على الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ لا طبعا، هو في هنو في ديفينيشن بتاع سيفير ازمه تمام تمام. الدكتور علاء يقول لنا الديفينيشن، يعني هي الوقت حاليا دكتور علاء تصنفها ايه؟ طلع على الارشاد هتصنفها ايه الوقت؟ هي واخده اي سي اس هاي دوز ولابا ولاما وشكنا الميديكيشن والتكنيك والدياجنوزز، ويعني ايه خلاص هي مش ناقص الا انها تخنق الدكتور تمام. هو دايما دكتور نزار هنسميها ايه الوقت؟ لكل ختمه في القران ليها فتحه تمام، وفتحه العيان بتاع الازمه ان هو يبقى كونفينسد ان هو ازماتك، يبقى كونفينسد ان هو نيد تو بي مينتيند اون تريتمنت. احنا نعمل سيرش كويس الكومبليكيشن،
ما اعتقدش من 1000 عيان ازمه تشوفهم هيطلع واحد بس هيعدي الثلاثة ستيبس دول ومش هيبقى كنترول. تمام. لكن في الاخر لو احنا خدنا خدنا جايد لاينز وخدنا هاي دوز انهيلد وخلاص، فهو ده يعني ده يعتبر سيفير ازمه، يعتبر سيفير ازمه، سيفير ازمه. وندخل بقى على الستيب اللي بعد كده بيولوجيكس والحاجات اللي هنحل بقى. بس مهمه الكلام لسه قايل عليه دكتور علاء دلوقتي، نقطه ان احنا عندنا في الديفينيشن الازمه ذا كرونيك انفلاميشن، في بعض الناس الاخصائيين بيقول للعيان انت عندك التهاب مزمن في الشعب الهوائيه عشان يهرب من كلمه البرونكيا الازمه وما يواجهش بيها العيان. نقطه مهمه ان العيان يبقى عارف ان عنده حساسيه في صدره وانه محتاج ياخد منتين انهيلر تريتمنت، مش دي حاجه ايبيسوديك وخلاص يبطل لك اول ما تخف. احنا شغالين بالسينيورتي تمام، وقلنا الايه التقيله دي ليها الايه ليها النجم الكبير يا باشا، يلا بقى عالج لنا السيفير اسما ديت، شوف لنا نعمل ايه معاها يا دكتور محمد. هو دلوقتي احنا العيانات بتاعتنا ديت بتاخد هاي دوز انهيلد كورتيكوسترويد. بالمناسبه برضه نبقى احنا اورينتد بالهاي دوز انهيلد كورتيكوسترويد، ان هي مثلا لو بنقول فلوتيكازون 500 ملي مايكروجرام توايس ديلي، بيكلوميسازون داي بروبيونيت ده فوق ال 2000 مايكروجرام. انما في البيكلوميسازون اللي هو المعمول بالميدرايت تكنيك زي مثلا البخاخات الفوستر او كده، ده 400 مايكروجرام في اليوم بس، فمش كل البيكلوميسازون بيبقى زي بعضه في الدوز يعني. او فوق ال 400 ملي جرام توايس ديلي من البوديسونايد، الحاجات دي كلها بنبقى هاي دوز انهيلد كورتيكوسترويد بلس لابا بلس لاما. انا كده في الستيج 5 كده، انا محتاج ان انا اعمل للعيان بتاعي فينوتايبنج علشان اشوف هل هيحتاج بيولوجيكال تريتمنت او لا. الحقيقه البيولوجيكال تريتمنت بيستعمله في التايب 2 ازمه. التايب 2 ازمه ديت ليها كرايتيريا، دي الكرايتيريا دي مش معناتها ان انا لازم استعمل فيها البيولوجيكس. النقطه دي مهمه، يعني انا بعرف العيان ده تايب 2 ازمه، يبقى انا في دماغي انا عندي سلاح في جيبي للمستقبل، لو العيان بقى سيفير ازمه المنظر ده ممكن استعمله، انما بستعملوش غير لما احتاج له. فانا الكرايتيريا بتاعت التايب 2 ايروي انفلاميشن يكون بلاد ايزينوفيلز في عاليه فوق ال 150 ابسولوت نمبر، هيبقى فيه الاكسيل نيتريك اوكسايد في بعض المراكز دلوقتي ابتدت تقيسه في الصعيد يعني، بيبقى فوق ال 20 بارتكل بير مليون، والسبيوتم ايزينوفيلز فوق ال 2%، والازمه از كلينيكالي الرجين دريفن، يعني في هيستوري اوف الرجين اكسبوجر بيعمل لي اكسسربيشن اوف ازمه، وبحتاج في بعض الاحيان العيانين اعمل لهم مينتنانس اورال كورتيكوسترويدز. طبعا الحاجات دي كلها بتخليني احس او اعرف العيان ده تايب 2 ازمه. طبعا بنكونسيدر في كل عيان من العيانين دول الايه الادهرنس للتريتمنت والانكريزنج انهيلد كورتيكوسترويدز، وكونسيدر طبعا زي ما قلنا الالرجيك راينايتس والالرجيك برونكوبلموناري اسبرجلوزس والجيرد. نيكست نظام عندنا دلوقتي في مصر ديفرنت بريباريشنز من الـ من الـ من البيولوجيكال تريتمنت. الحقيقه في على مستوى العالم الكلام ده برضو اوفرلاب شويه بينهم ومن بعض في الاستعمال، انما في حاجات معينه ممكن تخليك انت تختار عيان تختار بيولوجيك اكتر من التاني. احنا قلنا الحاجات دي كلها قلناها هتبقى موجوده كده، يبقى العيان تايب 2 ازمه وسيفير وبياخد كل اللي قلناه مش نافع، هبتدي ادور على البيولوجيكس. امتى اختار الانتي اي جي اي اللي هو موجود في مصر باسم الزولير ده؟ لو كان العيان ده الصفحه دي موجوده من الجينا جايد لاينز بتاعه السيفير ازمه، لو كان العيان بتاعي طبعا هي مهم قوي انها ابروفد في البيدياتريك بوبوليشن فوق الست سنين، فانا مثلا العيان عندي 7 أو 8 سنين خلاص انت مش هتجرب كل اللي تحت ده، هتخش على الزولير على طول، مفيش عندك ديفرنشال ايه تاني في اذر دراجز. لو كان عيان سيفير اليرجيك ازمه سنسيتايزيشن في السكين بريك ممكن تعمل، او في سبيسيفيك اي جي اي عالي التوتال سيرم اي جي اي والويت وذين ذا دوسج رينج، يبقى انا لازم الدوسج رينج بتاع الزولير يبقى اقل من الاي جي اي 1500. فوق الاي جي اي 1500 الزولير نفسه بيقول لك انا ما عملتش ستاديز على الافيكاسي بتاعت الدواء بتاعي، هو مش هيبقى خطير بس هو مش هيبقى افكتيف او هم لا يضمنوا الافكاسي بتاعته. في الحاله دي انت ممكن على طول بتسكيب وبتنزل على حاجه الثانيه المختلفه. توتال اي وزين ذا دوسج رينج بتاعته اللي هو ال 1500 والاكسسربي، طبعا هي الدوسج رينج بتبقى مكونه من الاي جي اي زائد الويت بتاع العيان. والاكسسربيشن طبعا في اخر سنه، دي بتختلف بقى من بلد الثانيه الفريكونسي في اكسسربيشنز. فلو انا العيان بتاعي مثلا فيه الكرايتيريا دي ببتدي ان انا ابتدي بالزولير، لا ما فيهوش الكرايتيريا دي بنلقى بقى في الايزينوفيلز عاليه، ده طبعا الانتي اي ال 5 دي حاجه لسه هتنزل مصر منها حاجه قريب، هم في ثلاثه ممبرز فيهم هنا الانتي اي جي اي اللي هو الاوماليزوماب او الزولير
الانتي اي ال 5 اللي هم الميبوليزوماب والريسليزوماب. دي حاجات، في حاجات لسه هتنزل مصر في الفتره الجايه مش موجوده، ودي بتبقى اساسا في السيفير اوزورفينيك ازمه، تبقى الايزنوفيلز عاليه جدا. انا ساعات بتعمل صوره دم تلاقي الايزنوفيل فيها الابسولوت نمبر مثلا 1000 او 800، بتبقى عاليه قوي. ده دي مطلوب فيها الادويه دهيت. البلاد ايزنوفيلز كمان بتبقى فوق ال 300 كاتبين، وساعات بتبقى اعلى من كده. الانتي اي ال 4 او اللي هو الدوبيكسنت، ده موجود في مصر. ده بيبقى العيانين اللي فيهم سيفير ايزنوفيليك وتايب 2 ازمه، كاتبين بصراحه في الـ في الـ في الدواء ده ان تبقى التايب 2 ازمه، والايزنوفيلز فيه عاليه برده، والاكسسربيشنز كتير في اخر اخر سنه، والبلاد ايزنوفيلز فوق ال 150، والفينو اللي هو السيفير بقى كمان مش فوق ال 20، فوق ال 25، او اللي هو فيه مينتنس اورال كورتيكوسترويد. يبقى العيان بتاع لما يبقى فيه مينتنس اورال كورتيكوسترويد، دي من الكرايتيريا اللي تخليني اختار برده الريسليزوم الدوبيكسنت. بشكر حضرتك يا دكتور محمد، وكمان ست جليله بتشكركم جميعا، بتقول له ربنا يكرمكم يا دكاتره. الحمد لله انا حاسه اني انسانه طبيعيه زي باقي البشر. ربنا يا رب يجعلنا نسمع الكلمة دي من عيانيننا يا رب. وأشكر حضراتكم، ودي كده آخر سيشن قبل الصلاة بإذن الله، وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة. شكرا. واحدة بالضبط إن شاء الله هنبدأ بإذن الله. تمام.